اتعرف على حضرتك. قائد بشير جورج. النهاردة احتفالية السنوية أو السنة المهرجان سرايا القبة. تأسيس المهرجان أساسا كان على يد قائد رفعت محمد السباعي. تمام. قائد بصراحة هو شغال كل سنة، هو مفاوض في منظمة الكشفية العربية. لازم بيعمل المهرجان ده يعني كل سنة بيطلع بيه فكرة. السنة دي أول فكرة عاملها إن هو مخصص حاجة للاحتياجات الخاصة، المهرجان نفسه الكشفية وذوي الإعاقة. الفكرة كلها متضمنة في كل المهرجانات الإعاقة، عاملين ليها لجنة خاصة مشرفين عليها قائد سوزان عطية، قائد هبة الصاوي، معانا قائد شنودة عزت، معانا لجنة كبيرة مختبرين مختصين في تدريبات الإعاقة والاحتياجات الخاصة. استاذ بشير بس عرفني انت ماسك ايه، عشان انا شايف النهارده انا خدتك من مجموع الشباب او الفتيات. اساسا انا بنزل مع قائد رفعت بقالي سنتين ونص او ثلاث سنين، يعتبر مختبر اسعافات اوليه. مؤسس خمس فرق كشفيه باسم مجموعات الحريه الكشفيه، اللجنه الكشفيه مستشفى معهد نصر، جمعيه الخدمات الاجتماعيه اللي عاملين بمستشفى معهد نصر شبرا، عاملين فيها لجنه كشفيه عشان عارفين اهميه الكشافه. فمسك قائد عامل مجموعه هناك. احنا وصلنا لغايه فين؟ يعني وصلنا لحضرتك تأسست بعض المجموعات مؤسسة مجموعات حرية كشفية ولجنة كشفية، تشكيلها عامل زي تشكيل أمانة، هدفها إن احنا بنرعى الفرق المشاركة، بنديهم إمكانيات توفير أراضي زراعية، أماكن كشفية يشتغل عليها معسكرات الكشافة، أهمية الكشافة، عشان مدير المستشفى كان عارف أهمية الكشافة، مع إن هناك أستاذ حسين علي جاد مدير التسويق الطبي والأمين العام للجمعية بتاعتنا، البانر الجمعية محطوط بره لو حضرتك حابب تصوره. طيب أنت النهاردة احتفالية والنهاردة الجمعة وتنصيب رئيس الجمهورية بكرة يحلف اليمين، إيه اللي تطلبه منه الدكتور محمد مرسي؟ هو طالما هيحكم بالدين الإسلامي أكيد مش هيحكم حاجة غلط، بس يبقى فعلا صادق في كلامه. زي يعني يعني زي لما هيجي يقول حاجة الحق الشهداء هيشتغل فعلا، هيجي يقول في عمل، هيجي يقول بطالة، يسيب شوية الكلام الفارغ اللي على النت اللي بيكتب عنه. يعني بقى له ساعتين عمل ايه رئيس الجمهورية، بقى له 3 ساعات عمل ايه، لا الكلام ده بيكسروا الصورة ما بيننا، احنا كلنا مسيحيين مسلمين ايد واحدة، ما فيش اي فرق. فهو ان هو مترشح اخوان مسلمين او غيره كله هيحكم صح، طالما دين اسلامي عمره ما الدين هيبقى غلط. ايه اول طلبات انت انتخبتي؟ اكيد اول طلبات تطلبها منه بصفتك مصري قبطي ناشط في الكشافه؟ الحريه، حريه الدين والمجتمع نفسه، يوفر فرص للشباب، اي فكره يبحث عنها. يعني كفكره كشافه ان هو بصراحه جماعه اخوان المسلمين عاملين انشطه كشافه، احنا في الاول كنا معترضين عليهم ان هو اخوان مسلمين او نشاط اخوان مسلمين، ان هو طالعين حزب سياسي بس نشاطهم بيشتغل، ايه المانع ان هو يدعم النشاط ده في كل الفرق، يشتغل في التدعيم، الاتحاد يجي له ميزانيه، حاجات زي دي. يعني يزود ميزانيه الكشافه؟ اكيد هيهتم بكشافه شويه، هيهتم بالنشاط، هيوصل دول، بلاش كشافه بس، هيهتم بكل الانشطه الخاصه بالشباب، دي هتفرق معانا. هل تطلب اللي انت ممكن تقابله انت في فريق كشافه مثلا؟ اكيد احنا كنا محضرين فعلا ان احنا هنعمل مسيره كشفيه من اول ما يحلف اليمين او يقسم اليمين لغايه المنزل بتاعه، هنعمل تجميع كشفي، بس ظروف البلد في شهر 7 والمهرجانات الكشفيه محتارين، بس وقت يجي هيجي شويه هنبتدي ننزل فعلا مسيره كشفيه باسم الجمعيه وبنحضرها حاليا. طب انا اتمنى شبكه اليقين يعني تغطي هذا الدعوه. اكيد هنبعت لكم الدعوه ان شاء الله. اتعرف عليك احمد عماد الحجار. ايه النهارده احتفاليه قبل او بعد الثوره يعني بعد تنصيب الدكتور محمد مرسي؟ الصراحه يعني هو يوم جميل، يوم بتشارك فيه كل المجموعات من مصر كلها وجميع المحافظات، تجمع فيه جميع الناس من جميع المراحل السنيه، يعني يوم الواحد فعلا بيحس فيه بيشوف قد ايه الكشافه اثرت في حياته. يعني اطلب من الدكتور محمد مرسي، اطلب منه ان هو يدي الحريه لكل واحد، هي اهم حاجه الحريه عند الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. احب اعرفكم بنشاطنا كجمعيه خدمات اجتماعيه اللي عاملين بمستشفى معهد نصر. احنا فريق كشافه متاسس في مستشفى معهد نصر، لسه متاسس تحت التشهير تحت اسم اللجنه الكشفيه بجمعيه خدمات اجتماعيه مستشفى معهد نصر. اللجنه متقسمه لاربع لجان فرعيه او خمس لجان، لجنه تنميه مجتمع، لجنه سكرتاريا، لجنه علاقات عامه، لجنه تنميه بشريه او تنميه احتياجات خاصه، ولجنه الاخرى الفاضله اللجنه الكشفيه. هدفنا ان احنا بننظم أكبر صرح كشفي أو مدرسة كشفية، هنعلم كل الفرق بتوفير كل احتياجاتهم اللي بيحتاجوها كأراضي زراعية، كجمعيات، كأنشطة، كل حاجة هم بيحتاجوها بيوفروها كل الأشياء بالمجان. تمام. القاعة بتاعتنا مفتوحة، معايا قائد بشوي جورج، اللي حابب يسجل معانا رقم التليفون 011-26-419-442، اللي حابب يجي ينورنا في الجمعية، احنا مستشفى معهد نصر شبرا. تمام. اي حد، المكان مفتوح ان شاء الله يوميا من الساعه 9 الصبح لغايه الساعه 3 المغرب، هيبقى تعامل لما معايا انا شخصيا لما حد مع السكرتاريه او مع استاذ حسين جاد مشرف النشاط الكشفي هناك والامين العام للجمعيه.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قائد إيميل حكيم. هو النهاردة أول اجتماع في فعاليات اللجنة الكشفية التابعة لجمعية الخدمات لمستشفى معهد النصر. النهاردة يعني إيه المناقشات اللي هتعملوها ولا عايزين توصلوا إيه يعني للشباب يعني؟ هو حاليا المناقشات بتتم في اللائحه وبدايه شغل الجمعيه هنبدا ازاي. المفروض ان احنا هدفنا هو نشر حركه كشفيه بالاضافه الى الخدمات العامه اللي بتقدمها الجمعيه. ممكن نتعرف على زمايلك مين اللي حاضر ولا هو الاجتماع بيتم بحضور قائد بشوي وبعض من القاده اللي هم قاده اللجان الفرعيه. بسم الله بسم الوطن بسم الحركه الكشفيه. نبدا اليوم اولى فعاليات الاجتماع الخاص باللجنه الكشفيه التابعة لجمعية الخدمات الاجتماعية بمستشفى معهد نصر، ذلك في حضور رئيس مجلس الإدارة قائد بشوي جورج، نائب رئيس مجلس الإدارة قائد إيميل حكيم، أحد أعضاء مجلس الإدارة قائد مارينا زكي، كما يتشرف بتقديم العذر الرسمي قائد أحمد صبر لعدم حضوره نسبة لوجوده في مهرجان تاني بيغطي إعلاميا وكشفيا، وقائد فادي إبراهيم معنا في العضو مجلس الإدارة. كما يحضر الاجتماع اليوم بعض من قادة اللجان الفرعية، ذلك لتغطية النشاط الخاص بنا خلال شهر 7 خلال شهر 8 خلال شهر 9 اي فتره الصيف الكامله من انشطه ترفيهيه للاسوياء والاحتياجات الخاصه تنميه كشفيه تنميه مجتمع وخلافهم الانشطه الهامه. قول ممكن انتوا الشباب اللي عايز ينضم ليكم كده حديثا ينضم ازاي؟ طرق التسجيل معانا بيبقى يجي لنا المقر بيسحب استماره او عن طريق التليفون كما هو مسجل في لقاء سابق معاكم رقم التليفون 011-26-419-442 او على الجروب الخاص بينا او الصفحه اللجنه الكشفيه. اللجنه الكشفيه بجمعيه الخدمات الاجتماعيه اللي عاملين بمستشفى معهد نصر. هل ليه شروط معينه او اعمار معينه؟ الاعمار بتبقى على حسب المرحله اللي هيدخل يتمرن فيها. يعني عندنا من سن ابتدائي مرحله اشبال وزهرات شباب وبنات، اشبال للشباب البنات الزهرات، مرحله اعدادي كاشفه مرشدات، مرحله الثانوي متقدم ومتقدمات، الجامعه جواله. بعد كده لو هو السن اعلى شويه بندخل في دوره اعداد قاده من اهله ان هو يبقى قائد ناجح بيشرف على الدوره دي قاده مختصين في الجمعيه وهم اللي بيدوا له الكورس في التاهيل ده. ممكن تديني بس اشارات اللي على كتفك وصدرك ايه هي يعني حته حاجه طب تمام. بنبتدي الاول بعلم الدوله بيبقى علم مصر زي الكشف الاساسي بتاعنا ان احنا تبع الدوله اللي احنا تابعين لها. بعد كده الجمعيه بتاعتنا ان كل فرد مسجل تبع جمعيه، احنا عندنا اربع جمعيات، جمعيه الكشافه البحريه، جمعية الفتيان، جمعية الجوية، جمعية المرشدات. بالنسبة لينا احنا الكشافة البحرية، فده الشعار بتاع الكشافة البحرية. تالت إشارة بتبقى الكتف، بيبقى فيه كتف للاتحاد وكتف للجمعية. الأعلى مقاما بيبقى على الكتف الأيمن والآخر على الأيسر. تمام؟ بعد كده بيبقى الزيادة الاسبلايت. ده السبت بتاعنا بيبقى مطبوع عليه أو مرسوم عليه اللوجو بتاع الجمعية بتاعتنا. غير كده بيبقى الإشارة الأخيرة اللي هي آخر لقاء أو معسكر احنا حاضرينه. بيبقى مرور لغاية مرور سنة. ده معسكر صلاة القبة كان الجمعة اللي فاتت. طب بقول لحضرتك الاشتراك بيرتبط بسن معين او يعني في بداية او في نهاية؟ لا مفتوح لكل. كتعريف حركة كشفية انها حركة تربوية تطوعية غير سياسية مفتوحة للجميع دون تميز في الاصل او الجنس او العقيدة وفقا لهدفها ومبادئها الخاصة. عايز حاجة طيب؟ ربنا يخليك ميرسي شكرا. ان شاء الله على تواصل ان شاء الله. ان شاء الله شكرا.